حطها في الجول يا رياض، 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 حطها في الجول يا رياض. با 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 جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. لعب الكرة في أصعب الظروف يكتب التاريخ عناصر المنتخب الجزائري، نعم يكتبون التاريخ عناصر المنتخب الجزائري، كتبنا التاريخ سنة 90 ونكتبه 29 سنة من بعد. من أراد أن يبكي فليبكي، من أراد أن يبكي فليبكي فرحا، فليفعل لأنه سيكون بكاء الرجال، بكاء الفرسان وليس بكاء الخذلان. من أراد أن يبكي فليبكي فرحا واعتزازا وافتخارا برجال أبطال، شرفونا وفرحونا ورفعوا رأسنا مثل ما يفعل شعبنا في الظروف الصعبة. هذه هي المكانة التي تستحقها الجزائر، التي تستحقها الجزائر وشعبها يا ناس. هذه هي الجزائر التي نريدها، عندما تخسر لا تنهزم، وعندما تفوز وتنتصر لا يسكنها الغرور. جزائرنا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بسمة الرب في أرضي، ويا وجه الضاحك البسمات. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حياة الجزائر. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، فعلناها ووصلنا للمباراة النهائية. شكرا لجنود بالماضي على هذه الأيام الجميلة التي أسعدونا فيها، شكرا للجماهير الجزائرية الوفية، شكرا لجماهير مصر التي وقفت معنا بكل محافظاتها، ولكل من سدعنا ولكل من شجعنا وساندنا.